الله وعنديك مكافاه 500 جنيه. متشكرين يا سعاده الرئيس. متشكرين يا فندم متشكرين. هذا تكريم لكليه الزراعه كلها. لو الموقف ده اتكرر معاك تاني اعمله ولا تتردد. مالك؟ اي طالب هتلاقيه مزنوق في اي مكان ركبه. بالليل بالنهار متاخر بدري ما لكش دعوه. ركبه. الله يا رئيس. والله يا رئيس كنا ماشيين بدون رخصه. والمفروض انك انت لو ده اتكرر معاك تاني اعمله بنفس الطريقه. بشكرك جدا يا فندم. واعمله بنفس الطريقه وما يهمكش حتى ابدا. على فكره يا رئيس مش اول مره يا باشا. انا بشكرك بشكرك. انا بقول لك برافو عليك. بشكرك صح كويس. يا سلام جدع جدع جدع. وانا شخصيا بعد ازر لك من يومين بالظبط طالعين الساعه 5:30 ما كانش فيه ميكروباصات.